طلب الخير والنور والرضا والسرور. عادة لقيض هالوقت 6:30 الشمس فوق، ولين حين ظلمي. سبحانك يا رب، لا إله إلا الله. اختلاف الوقت شوف تسوي زوم غير. سبحانك يا رب أعظم شأنك. صباح ليش يا طاهر متأخر؟ ليش يا شامبيل 6:30؟ ليش وايد تأخرت اليوم؟ أمس ما بنوم. ليش؟ تحب؟ هي عاشق؟ أمس هي اليوم وايد صار نص وقت نوم. هي بس صباح صار 5 ونوم. لا إله إلا الله. وقت ما بنوم بعد تأكل شوية. الحمد لله. تأخذ شاي. يلا يلا يلا. أوبن دور. Good morning everybody. صباح الخير صباح الخير صباح الخير. هذه وقلت لهم العينة خامرة، ها حد من الوادم يقول لي شبهون ويه بالعينة الخامرة، يقول يصبح الصبح الويه متنفخ. هي يصبح الويه متنفخ اللي عليه اللي الله غاضب عليه، جمنة لا صلاة ولا دين، الويه يصبح متنفخ ومتجلود وقاعد متطحن، وصباح الخمير متنفخ ومتفرفخ. هذا هذا الخمير المفرفخ، ها يا سلام ما شاء الله تبارك، ها حمر عطنا وضحرة. يا سلام يا سلام يا سلام. العينة فيها ابو المثيبة وفيها ريحة المليحة وفيها طالة عماركم. العينة المثيبة المثيبة داخل العيان لابد ولا. والمريس المريس ما ينفعك من عقب الله غير المريس في الخمير، ها والسمسم لمهنها المحموس حمر يحطونها السمسم، ما يحطون ابيض مبحلق. ابيض مبحلق ما شي فايده، ابيض مبحلق ما شي فايده ما شي فايده. حد يرق وحد يعين لتها الخمير ما يهوسون، ها علي لا ما في فايده هالنمونه داخل عجين، لازم شوي شوي يوم بتهوسون عليه شوي شوي، لازم تخلي الخبز القرص هنيها، لازم يكمل الطرف هذا على الاقل 10 دقائق. كان تبغى يتنفخ. يلا يلا سكر سكر بالله. Good morning. والله العظيم يا ابو في النهاية ما يعرف عدناه تدور، وحيلك كل خدمة في الدنيا يعرفها ما شاء الله عليك. الله الله الله، شوف ايش قايل هذا القرص ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه بس انت يلس حرموه بعد هي. السلام على المحل علي رضوان من الله. يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله. بني اللي حكيت تسأل عن الخوصة، هاي الخوصة الخوصة تبقى سؤال. هاي الخوصة خوص شرحوها وطوف، هاي الخوصة شو الخو شو مكونات الخوصة؟ خوصا بخوص ورقعة تسمى خصر. يا صباحكم الورد ويا صباحكم الياسمين ويا صباحكم كل شيء فنان، صباح الخبز الحار صباح المحلة صباح الخمير صباح كل شيء زين. الرهيف اللي عليه رضوان من الله. يخلون المحلة عين ريج اللي يخلونه ابدا القرص تضرب كافر اسلم. لا اشوف حبيبي ارفع فوق فوق مني مني فوق شوي. يا سلام يا سلام، ها شوف القرص تحرى اخف حتى عمر قلت لك لينكس. يلا 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 طريقة صب المحلة، طريقة صب المحلة على التاوة ما يحطون شراث الرقاق يلوصون القرص مرة واحدة، لا يسوونه كخطوط حسبتي غادي شراث المنزق وهو ما بمنزق،
منزقت ايش قال غادي القرص رهيف لكنه رقاق لكن المحله الرقاق لان مكوناته فقط مليحه ولا المحله على ما تشوفون صحه وريحه شكر وزعفران وبيض وما يحطون في مخمر بس هذا شغل المحله بهالطريقه ريحه المليحه اهم شيء المريس تمره بدون التمره وبدون الدهن ما بس من محله له اسم اخر شو انتم عاد على هواكم لكن المحله محله الاهم ما في المحله اني غادي القرص رفيع ارفع عن ورقه الكلينكس بالكلينكس بعد قب عبود لا الكلينكس اللي من نوع الطيب هذاك الغالي الزين الفنان لا بد ولا يعذر من الدهينه فيغدي القرص حمر ريح دخنينه لا تطالعون الطحين النظيف الجديد طحين قديم سنة دقيانوس لا لو تاكل عشرة قروط ما سدنك الله أكبر على القرص القرص الحمر القرص الحمر اوبن الله هي هذا عدل خصوصي صبر هذا عدل ميزه القرص الشو انا بحط عليه دهينه اليوم طالت عماركم انا متحلى على بلاليط وعلاقه بلاليط وعلاقه طالت عماركم هذه طبخه من ابتكاراتنا نحن بيتنا ما حد يعرف يسوي بلاليط وعلاقه ولا تد حد سوى بلاليط وعلاقه فهذه رمسة انا مسوينها روحي يوم من الايام الله احترق البلاليط لكن سويت علاقه فنان ولذيذ ومشينا عليها على طبخه بلاليط وعلاقه واللي وهذا ما حين قبضتها اوانها يعني شغله انها ابتكارهم لا ابوي لا بابتكاركم ولا شياتهم امن التداوي له يعود هذا بلاليطنا اللي هو بلاليط وعلاقه رقم واحد هاي الحين الحشوه تنزل ابدا يلقطون هذا كله زي ما زين وحين بتنزل العلاقه ولكم عين تنظر وهاي طالعه يقول لك بلاليط علاقه يطرون هذه علاقته ما فيها سقم وصوات وطحنه الزمان جرف نعيمه وريحه قناد والحشو اللي هو عباره عن شوي ونت بصل يفرمون صغار وتازم هذه هي علاقه البلاليط هذه هي العلاقة البلاليط اللي تبني العليل لعليم سويت طالت عماركم إن شاء الله اليوم غدانا في العين وشي تغطية مميزة في العين وإن شاء الله بلمسي في شنتية دبي وباشر صب بنكون في دبي والمساء إن شاء الله بنكون بعد في مناسبة في ربدان باشر العصر بعد معاريس شو بقولكم الأمور كلها فرح وكلها أناسة وكلها أخبار طيبة وكلها أخبار زينة سلام عليكم خير صباح الخير أبيض زين هذا عاد هو يطري كندورتي إنه لابس اليوم كندور ما بيضة هاي صفرة أبيض زين يلا هم من وين التين معلوم وعرف اليوم عاد سامحوني تأخرت عليكم طارت عماركم أرتبك شيرية وأنا قايل لكم اليوم اللي ما بقيل فيه ما شيء مجيل يكون مختبص شوية أكون في التعديل والتزيير يعني تبك شيري ها شو عندكم خير عليك شيري أنا ركب أغراض ماشي شوف تح رام صراحة من وين هذا خلف هذا طالت عماركم مطرش ترني ومطرش إنه أخوي خلف شقيقي الأصغر مطرش ويا صلاح نقول الحين شو تبى تبنه لا ما تبى وحده لا مليونة عذرا ياكل ترني مينون؟ ما انت يا شكرا شقيقنا الاصغر الله يطعمكم ثمار الجنه معك انت انا بسيع شو الحين انت تبغي؟ دهن حينه؟ لا ما بنسلت حاتي بتهلع عليه اقولكم من الصبح داق التليفون اكتب ويانا في خاطري بلاليط وعلاقه كتر الحشوه تعيبني
تعيبني العلاقه لهالبلالي طنت كلها تخدم، لكن اهم شيء العلاقة هذه، العلاقة هاي هي اللي تبي عافي. اوه يا رب يا الطمع كم بالطم بتهلع لي خاطري في بس عاد ايش اسوي؟ خليت البحله كلهم بعد تتبع شوي يلا ها ما يبع علاقه صلاح ما بزين فيها ذهب جيب زين يلا يبقى في طاسه بعد ما يبقى هذا بس يلا في العافية طسس طسس شو أخبار شو تريقت اليوم أسد أسد عسل أيوة وبعد بس تم وحين ملك البلاليد شوية أنت وأنت أنا ما خلاص 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 أي والله أنت خذي خوفه وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الرجال اللي تشوفونه اسم المهندس عبيد بن محمد الكعبي يحضر للدكتوراه في مجال شو الاستدامة في بريطانيا ولده محمد بعد يحضر للدكتوراه في نفس الجامعة في بريطانيا لكن في ولده في القيادة التحويلية وكلهم ما شاء الله في نفس المكان ومحمد كيف حالك؟ مرحبا محمد كيف حالك؟ الله يسلم شو رأيك بهالدخلة؟ أنا وين؟ إحنا الحين في مصنع لاجستون للأبواب. نعم. أبواب WBC والخزن والمطابخ. شو مصانع وايدة في البلاد؟ وايدة المصانع ما بلا واحد ولا باثنين عشرات. شي يميز مصنعكم هذا عن غيره؟ المصنع طول لي بعمرك يعتبر المصنع الأول على إمارة أبو ظبي على مستوى إمارة أبو ظبي. والمصنع متخصص في صناعة مادة WBC أو مادة الخشب البلاستيكي وهي البديل لمادة الخشب اللي احنا قاعدين نعاني منها اليوم بسبب الرمى وبسبب الرطوبة وشح وعدم وجود مادة الخشب عندنا أصلا في الدولة. ف بيتي تريت سنين للذهب ذهب البيت سوينا ديكورات وسوينا الدنيا وسوينا القرقعة بيتي يعني أنا فيه ترى المهم تحولنا ودلنا ما وراي ودوني أنا وغيري غرف الغرف تحيو كل غرفة فيها غرفة ملابس غرف الملابس اللي عندي في خلال هالعشر سنين اللي اختفت مرتين أنا مغير الكبتات والسبب شو الخشب هي الأخير نوع خشب مضغوط وخشب زار وخشب علان وما أدري منو النوع اللي عندهم حاليا هذا المنتج هذا بديل الخشب بديل الخشب حاليا يستغل في صناعة البيبان في صناعة الفريمات مال البيبان الكبتات المطابخ أي شيء يدخل في صناعة الخشب هذا الريال يوفر لكم إياه نعم المادة متوفرة وفيها أكثر من إيجابية أول شيء صديقة للبيئة وممكن ومجال دراستك بعد نفس مجال الدراسة سبحان الله وتوجه الحكومة السنة سنة الاستدامة نعم هذه توجيهات القيادة الرشيدة أكيد هي دائما الملهم حقنا إحنا فصديقة البيئة ممكن إعادة تدبيرها مرة ثانية ضد النمل الأبيض أو ضد الرمح الرمة العامية ضد الرطوبة مقاومة للحريق وممكن معاملته معاملة الخشب 100% يعني طالت عماركم نحن حاليا في مدينة العين في مجمع مصانع المصنع نحن هذا نحن اللي جيناه من مجموعة أقسام القسم اللي نحن زايرينه هذا مجموعة مصانع لايت ستون هذا الرجال هو راعي المصنع وراعي المصنع هذا هو ذو الاختصاص ذو صاحب الشان وصاحب الفكرة هاللي تشوفون هنا انتم هذا ترى ما ببليوت ولا بخشب عادي هذا هو المنتج اللي هم يشتغلون عليه ويصنعون منه الشيء اللي هم يبون يركبونه كان بيبان ولا فريم مصنع طالت عماركم مثل ما تعرفون ان مصنع امارات عبيد بن محمد الكعبي هذا الرجال هو صاحب المصنع وبيخبرنا شو اللي موجود وطريقه خط السير خط السير عباره طالت عماركم عن شو الحين ابو احمد اروح على هناك اول واحد بنبدا فيه اول شيء هناك هذا مصنع كامل بديل الخشب
بديل يعني خلاص من الحين وساير لا الوادم ما يحتاج للخشب، الخشب يحتاج يوم ما يوجد هذا، كان يوجد هذا معالج ومطور ومنظف ومعدل، يعني أي عيوب في الخشب مش موجودة في هذا. هاي ليحان عبارة، هذه تشوفونها ليحان عبارة عن شو هذا؟ طول اللي بعمرك الحين هذا القطعة اللي نستخدمها احنا في جسم الباب او الباب نفس الظرفة نفس اللي احنا شو نقولها، هذا باب الحين، هذا باب الطول اللي نباب بالمقاس اللي نباب، والعرض عندك اقصى حاجة. المواد اللي داخله في التصنيع هذا ابو محمد، المواد اللي داخله في صناعه الابواب البلاستيكيه هاي او الابواب الخشبيه البلاستيكيه، ماده البي بي سي والياف الخشب الطبيعيه، بالاضافه لبعض الملدنات الكيميائيه اللي تستخدم فيها، وكلها صديقه للبيئه. يعني هذا الحين عباره عن بودره وتعينونها لو شو؟ بودره ونخلطها بنظام الخلط، نخلطها بنظام الخلط الحار والبارد بخلاطات معينه، ولما يكون الخليط متجانس 100% طولي بعمرك ندخل بخطوط الانتاج. نقدر محمد كيف يعني صديقه للبيئه؟ شو المقصود بكلمه صديقه للبيئه؟ مش ضاره للبيئه وممكن اعاده استخدامها مره ثانيه ومره ثالثه، ما عندك اي مشكله فيها. كل المخلفات اللي تطلع منها نعيد استخدامها مره ثانيه، فاحنا اليوم نركز ان المخلفات تكون عندنا صفر، ما يكون عندنا شيء مخلفات. هاي الخلطه هني، ها الحين هذا خط الانتاج طولي بعمرك، هناك الخلطه عباره عن الخشب والماده البي بي سي عن طريق الاكستروجن طولي بعمرك، وتطلع عمليه تبريد وتطلع. شوف طريقه التصنيع، هذه الخلطه، هذه كلها الخلطه هتصير في هذا القمع وتعينه المكاين وتظهر هناك على ما تشوفون ليحان. ست خطوط انتاج، لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار، عبارة عن خلية نحل، كل الموجودين ذو اختصاص من مهندسين ومن ناس دارسين في هالمجال، ينتجون ألواح عبارة هي بديلة الخشب للاستعمال وللاستدامة وصديقة للبيئة، شيء يفتخر فيه الكعبي. انت رقم واحد. الحين ابو محمد بنروح على الورش الثانيه وين يتم معالجه المنتج حق يروح حق العملاء. يعني الحين احنا هني مكان فقط يتم تصنيع الالواح الخشبيه، هذه الالواح الخشبيه والاطر او الفريمات وماده البليوت. اي بعد البليوت اللي تم بصناعه الكبتات والمطابق. شو هل الهنجرين الاثنين الكبار هذي كلهم فيهم عنبر الانتاج، وهذا عنبر المعالجة، وشو بعد؟ وهذا قسم تلبيس المواد. أيوة. او الابواب مادة القشر، هذا القشر هاي اللي يركبونه. يا حار تو طالع من المنتج تو ظاهر. هذا الحين باب، الحين هذا باب هذا بيروح حق حد من العملاء. ايوه هذا على سبيل المثال هذا باب حق عميل. نعم. فبعد ما يطلع من خطوط الانتاج يتم قص الباب على حسب المقاس الباب للعميل. نعم. ويتم تلبيسه بمادة القشر. نعم. وبعدين هذا شو حينه؟ هذا باب باب حمام. باب حمام، وهذا رقم العميل وهذا مقاس الباب. ايوه. وحين خلاص هذا بعده بيروح على مرحلة ثانية. غير عن هذه. غير هذا، هاي مرحلة. زين. انزين، في عندنا اختيارين. ممكن عميل يبقى يركب قشر، في بعض العملاء يقول لك لا ابغى اصبغ. يبقى نوديه على ورشه الصبغ، نصبغه صبغ خاص حق ماده ال دبليو بي سي ونعطيه ضمان عليه. كم الضمان؟ الضمان 25 سنه على كل الابواب. 25 سنه؟ 25 سنه. يا ريال ما 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 ظهر هالناتج يوم احنا بني. ل 25 سنه والصيانه فري. شوف انت. وممكن شفت الماده هاي ابو محمد؟ ممكن انت بعد فتره والله اللون هذا يا اخي هذا عفته ثلاث سنوات سنتين، يا اخي انا افر الباب واركب باب ثاني لا. عندنا احنا بلاستون لا، بناخذ رسوم رمزيه 300 درهم 400 درهم ونبدل لك القشره مره ثانيه وبنركب لك اياها. بهالسهوله. بهالسهوله ما عندك اي مشكله. الحين الالوان على حسب الرغبه صح؟ على حسب الرغبه. التلبيس. هاي القشره. اي نعم. وهاي الالوان.
الالوان اللي يبغي اي لون ترتبوا له. اي نعم. كتالوج عندكم. كتالوج في عده الوان. هذا ما يخترب ابدا الا اذا جاب حاد اداه حاده وكبخ في الدي في سي ممكن، بس ممكن معالجته. حتى لو ينقص. ايه يتعالج ما عنده مشكله. هاي الماكينة حق شو هاي الماكينة؟ هذه حق تلبيس مادة البي بي سي أو قشرة البي بي سي على فريمات وإطارات الأبواب. الباب ما يركب على فريم؟ يركب على الفريم. الفريم روحه لمكاين تعالجه ويسووا له غير عن المكاين. شوفوا المكاين الكبار هيلاك حق الباب بكبره. شوفوا الحين هذا ها تسووهن الفريمات. هذا على حسب لون الباب اللي اختار العميل، اختار اللون هذا الفريم ماله، وكل عميل على حسب ذوقه. وهذا الحين طالت عماركم يلبسون الفريم الجلاد اللي هو مختار لنا راعيه. ها هادو شو هذا اللون الحين؟ هذا لون تقريبا اوف وايت او اوف وايت. هذا الابيض. الفريمات قبل التلبيس. وين تشرد؟ غدا هنا. هذا قسم التلبيس. يدخل في بلون ويظهر من ناكي ولاده يريده. ما اسمعك. على حسب رغبة العميل وشو يبغى، وتعرفون أهم ما في الموضوع اللون والحجم والطول والعرض ومدة الضمان. مدة الضمان وضمان عن الآفات. الآفات مثل شو؟ اول شيء الدود الابيض اللي هو الرمه عندك او البكتيريا. انت عندك الخشب العادي تشوفه بعد فتره البكتيريا تضربه وتحسه عفن فيه. نعم. غير الرمه. هذا ضد الرمه وضد البكتيريا. ما يعول لا يمتص رطوبه ولا يمتص ماي ولا عنده شيء. البيبان الحين انت تحيده في الحمامات والمخازن الاماكن اللي فيها رطوبه في كل مكان، يعني ما بلا بيت زد عن البيت الثاني مكيف ترى رطوبه وبند الكنديشن وشغل الكنديشن. هذا كله يسوي انتفاخات في البيبان. بعد استعمال مده معينه من الوقت تلقط الباب يوم بتسكره يلتش روحه. قبض الباب، رص الباب. الحين ها رص الباب ويود الباب وخفوا من الباب ويجيبوا رنده خفوا من الباب لانتفاخ الباب وخرب على الفريم. هذا كل الناس انتهت منه. هذه الاشياء الحين صديقه للبيئه وللزمن. لا يعول يفنى، تفنى الدنيا وهم ما يفنى. قال لك نمبر 1 برلنتاج وخلصنا منهن، وهذا القسم المعالجه خلصنا منه. الحين نروح على قسم تجميع المنتج. تجميع هذا وين المنتج يجمع الابواب والخزن والمطابخ في القسم هذا. هذا كل هذاك بوابته مصنع بلاد. اقول لكم جميع اللواد خلق الله وما خلق. هالقطاع اللي تشوفونه هذا ما شيء يطيح، ما ينعق لهم شيء. بني شعب من بونهم ما يطيح لهم شيء. بني شعب من قبل المصانع وقبل الدنيا. ما بالك هذا شعبي وياي انك مهندس وخريج ودراسه اختصاصه في الاستدامه، وين بيطيح له شيء؟ ما بيطيح له شيء. هو من الاساس ما يطيح لهم شيء. انخلط ولها طول وعرضها عرض، يستغلون الليف والحط وخشبها ويدعها ورطبها وعسوها وكل شيء. ما حتى عروقها من عقب ما تموت يحتاج يسوي لها تصنيع. فما بالك الحين هو مهندس تقوم يقول لك نازل ومحصله محدار. شعبي ومهندس وذو اختصاص في الاستدامه وخريج بريطانيا. فهذا القطاع كله يردون يطحنونه ويردونه ابدا. ربنا كما خلقتنا تي مثل ما صرت تي يردونه الى مثل ما كان. طالت عماركم من المصنع لايت ستون. الحين نحن خلصنا مثل ما قلنا لكم من منطقتين. هاي المنطقه التجميع عباره عن شو؟ هني عقب ما يجينا الاوردر مال العميل طالب عمرك مقاسات معينه من خزن ولا مطابخ ولا ابواب يتم تجميعها هني بعد ما يتم معالجتها بقشر البي في سي او صبغ. وتطلع مني جاهزه حق التوريد حق العميل مثل ما تشوف الحين كراتينها مقرطسه. هاي جاهزه تروح حق العميل. كانها بيبان. هاي كلهم بيبان. ها هذا بيبان الحين. هذا الحين اللي بيبني ولا عنده في من الاساس شيء ويروم يغيره. حتى البيت يعني من زمان ما عندك مشكله يروم يغير ياخذ مقاسات طول عمرك. وممكن يجي يسوي لك تبديل احنا نسميه جزئي.
يعني تعطينا غرفه غرفه غرفتين غرفتين وما نضايق نبطل ونركب. ممكن ياخذ وقت اكثر 10 ايام ولا 12 يوم على اساس ما نضايق مره واحده نبطل الابواب كلها ونركبهم في يوم واحد. يعني حق غرف ال انك انت ساكن في البيت محمد عيبني الموضوع هذا انك يعني الحين انا مثلا في بيتي روحي ابغى انا اغير الشيء شيء من غرف الملابس ما عندك مشكله زين ناخذ مقاسات الابواب طول عمرك وهي راكبه ونتفق معاك نقول بنيك اليوم الفلاني عطنا الغرف اللي ممكن تعطيني اليوم غرفتين ثلاث غرف ونبدلهم زين كم ياخذ وقت على اذا اعطيتنا اياه نقدر نخلصه في يوم واحد بعد المشكله على حسب الـ الـ اذا بس عشان ما نضايق اللي ساكنين في البيت ممكن يعطونا غرفتين ثلاث غرف نبدلهم واليوم اليوم الثاني يعطونا غرفتين ثلاث غرف فكذا احنا ما ضايقنا الناس اللي ساكنين وطلعناهم من البيت ايوه ما شاء الله فكره جميل وزين ورقم واحد للي جاد للجاد الانسان اللي يبقى يغير من الى الكبات هاي طلعت عماركم مالات العميل العميل قال ابوي انا ما اريد اركب القشره اللي انتم تركبونها اريد الخامه مثل ما هي لكن اباكم تصبغونها شوفوا الحين اللي انتم ما تعرفونه ان ضربه المسمار او البرغي مهما تكون مرة مرتين ثلاث ما يأثر على الخشب هذا المصنع لأن كثافته والسمك ماله وايد قوي والوزن خفيف يعني غير عن الخشب العادي يسدك إنه معالج ولكل الزمن شيء جميل فنان أنت والله هذا حل مكان القص والنحت بالأشكال اللي يحتاجها العميل بأي شكل بأي ديزاين مثل ما تشوفوا محمد هناك هاي ديزاينات كلها شغلكم انتوا ها؟ اي ديزاين تبغاه ما عندك مشكله ها كله نحت كامل نحت كامل ما عندك كان مشكلة. على باب ولا على على حسب الرغبه على حسب الرغبه ما عندك مشكله والله جميل يعني ما بلازم يكون جطل روحه لا لا اكيد تختار النقص اللي شخصي ما الزمك انا اليوم بديزاين معين اذا عندك انت ديزاين وتبغى قول يا جماعه اريد تنفذوا لي هذا الديزاين شوف شوف الله عليك على حسب الرغبة نحن من المفروض سيد نسير الشوروم نحن أنا كمعلن كخالد الخالدي جاي للشوروم أروي العرب الشيء اللي جميل ومعدل ومزين ومسواي القرقعة كلها قلت لا ودوني المصنع ياخذ وقت قلت براي ياخذ وقت بدل الساعه ساعتين انا جاي ما باخذ شيء اذهابه العرب قال هالشيء موجود في السوق نحن ننتج الحين من كثر سنه قلت حتى لو كان انا روحي ودوني المصنع ومن ثم بنسير الشوروم كم يبعد الشوروم وين مكانه تقريبا نص ساعه من هني في منطقه صناعيه في العين ورا وكاله المستفيشي اليوم الساعه كم اليوم الافتتاح الساعه 4:30 أول الله يلا ما هان علي أظهر قبل ما أرد أصور الشيء هذا الجميل شوفوا هاي الخليط هذاك هذا قمع عين حينه هذاك آدمي ريال يارس يحط في القمع هذا والقمع هذا شوفوا ها شو يكود هناك ويكود الطرف هذا هذا الماكينة هاي تظهر ألواح البيبان تظهر ألواح البيبان شوفوا هاي يظهرن هناك يقطعونهن بداية وهذه وين تظهر البيبان يظهر الباب من هني ها شوي 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 تقطع يقطعونهن على حسب المقاس ها ويصفونهن ويمزروا بهن طالة عماركم بخاخير وستورات هذه الماكينة غير هذه الماكينة هاي تصنع البيبان ألواح الخشب وهذه تصنع الفريمات شوفوا هذا فريم لانك توه طايح ها ها كلهن هاي كلهن حل الفريمات فقط للفريمات شوفوا سبحانك يا رب علم الانسان ما لم يعلم وهاي تصنع البيبان الالواح خشبيه يعني شيء حق بيبان شيء حق كبتات على حسب الرغبه والطلب بندلت بيبان وهاي طالت عمارهم بندلت فريمات شوف انت لا اله الا الله علم الانسان ما لم يعلم نحن جايين اليوم نتغدى عند هالرجال والله عيوني لك
عيوني العين هاي قبل هاي. المكان في هالمكان اللي غير نمونه. هذا نحن في وين الحين؟ هذا اسمه قصر الساد. قصر الساد؟ نعم. قصر الساد. شباب قصر الساد متعارف عليه في العين، لكن هو لا. بيت هلال بن محمد الكعبي. والله والنعم. 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 لكن قصر ما يستوي. ما يستوي. لا لا ما يركب. قصر طال عمرك لازم ما يكون لا لا قصر ما يستوي. ها قصر الشباب مسميه على على هواهم الشباب. يعني شو اسمه؟ روحهم. إيه. ما شاء الله. بعد الزين داخل ابو محمد. ما شاء الله. كنت توني اصبركم الدوم هناك وين سيايرنا وهذا وين غدانا طالت اعماركم. هذا نحن الحين في هالمكان وهذا غدانا. هذا غدانا. هذا غدانا وحب نرمى وغسل دينا. برمسكم. طالت اعماركم نحن في ضيافة شاعر. شاعر مميز مخضرم معروف. ما عليك زين. طول طول وعرض عرض. شاعر حمدان الكعبي ابو سالم. وكل منكم يعرف قصيدة يا علي عللني فراق الحبيب. هاي نباها حينة كاملة. ما لو شوي زين المتيسر الموجود بالموجود مثل ما يقولوا يا ابو محمد. سنة كم عدودة هالقصيدة؟ هاي طال عمرك في 78. وين كنت؟ موقع عد القصيد. انا اريد موقع عد القصيدة في القطارة. القطارة لا اله. كم عمرك هاك الوقت؟ والله تقريبا 18. شوف انت ما اقول عنك شيء. 18 18 انا مطلوب عليك يا علي اللي حافظنه من فراق الحبيب. يلا اسمعك اياه. توكل على الله. يقول طال عمرك يا علي علل لي فراق الحبيب والعناشط طل قلب اكثر واكثر صوب فؤادي وخلاني متيم ناحل جسمي وحتى الحيل عبر عبر صد بعد اللي جرى بيني وبينه يوم من كاس الهوى وياه نسكر طيبين بحبنا رغم العواذ الكمرة عين العهد أعوام وشهر طابت الدنيا لنا وخرمتنا وجعلتنا طيلة الأيام نسهر يا زمان كانت أيامك سعيدة انقضت واليوم بقينا نفكر وسلامتك يا ابو إيه علك تسلم. بعدنا بعد طماعين بعدنا بقى الثاني بعد يا علي اللي هي يا علي في ليلة الجمعة. ليلة الجمعة طال عمرك ما حافظ منها وايد. المتيسر. المتيسر طال عمرك أقول يا علي في ليلة الجمعة ليلي بليعات قضيته باتت الدمعة ورا الدمعة ورا الدمعة وبالحساف الإبهام عضيته عضيته ناس ناس مع الأحباب مجتمعة وكل واحد طاب في بيته ولا نازلت بيه الوجعة والشرب والزاد مليته وحيد وسلام ما تلام وحداني يعنيك تسلم يا ابو سالم. الله يسلم عليك. عندي قصيدة طال عمرك تفضل تحاكي الماضي والحاضر. توكل على الله. اقول في القصيدة الله يا دنيا وطرها تغير سبحان ما نغير ولا يتغير ما عادت الدنيا مثل ما كانت صارت بنهج العهولة متتسير كل يوم تثبت أنها دوارة فيها عقول أهل الفكر تتحير نعيش في الحاضر ونبكي الماضي ونصير الشيء اللي ما يتصير. نعم أنا أشهد. حياتنا كانت بسيطة وحلوة أذكر زمانها يوم كنت صغير الحارة كانت تنحسب كالأسرة حزت الفزعة يتحير والجار يتمسك بحق الجيرة عن شوفة الجيران ما يتذير. نعم الفرق شاسع يا ابو محمد الفرق شاسع بين ماضي وحاضر صعبة تلاقي شيء ما متغير لو ما نبي التغيير حاصل حاصل شئت أم أبيت لو ما نبي التغيير حاصل حاصل ما حد على سطح البسيطة مخير. نعم يا فلان لا تغرك حياة الدنيا الرحلة في الدنيا مداها قصير
اعمل عمل صالح وجهز نفسك وكون عند الناس طيب خير. خير يعلك تسلم يعلك تسلم. ما قصرت يا ابو سالم بياض وجهه. الله وجهك ابيض يا ابو محمد وجهك ابيض. سالم يقول عنده مفاجأة وأبيات جديدة يقول يا توكل أبو محمد تفضل. أنا طال عمرك عندي خبر هام لأهالي العين. شوف أنت يستاهلون لأهالي العين يستاهلون. مفرح ولا مزعج ولا أجمل وأحلى خبر بيكون زين. توكل اليوم إن شاء الله بدار الزين افتتاح مصنع لايتسون. هذا الزين حكم عقلك وفكر زين ولا تاخذ الا المضمون للجوده والسعر الزين مالك الا لا تستون. تستون قول لي هاي جديد لك توها طايحه. علي ساري اهم شيء. انا شو لابس؟ صبر انا ابيض فابيض. هذا خليفه طالت عماكم لابس اليوم ابيض بابيض. هي لا الجو نعود رصاصي والكندوره بيضه والسفره شماغ حمر. السفره حمراء شماغ حمر. وهذا انا طالت عماركم شال بيج على لون بطيخي زين وكندوره بطيخيه والجوتي بعد بطيخي. يا سلام يا سلام. وين سايرين حق خليفه الحين؟ سايرين صناعيه العين ان شاء الله افتتاح شوروم لايت ستون. نعم. ورا وكاله البستبيشي اول الله والدعوه عامه اول الله. مرحبا. اذا طالت عماركم مصنع لايت ستون للنوافذ والابواب. هذا اللي تشوفون الحدث انا جاي على اساس بس الا التغطيه هني. شوف بالله عليكم عرس حرام ين عرس الفرق الموسيقية وهل بالرزيف وهل بالعيالة ولح التم في الدنيا ماية ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي كلها موجودة. حدث شوفوا بني تعب من أدنات الدون يسوون مهرجان ما بالك مسوين هذا الشيء كله مسوين حدث ما صار قبله ولا عقبه لجل هذا الشيء لأنه شيء يرزق بني تعب ولا واحد فيهم أبحاث يعني نسبة بني تعب 98% أو 97% من الحضور كلهم بني تعب. ذهلي ابو محمد كيف حالك؟ كيف انت؟ ما شاء الله ابو محمد. ابو محمد الله يسلمكم في كل محفل حينه في كل محفل تبارك الرحمن. عزيز وغالي شوف بركه هذا يبي يقول لك عجيدهم هذا عجيدهم هل بالسوشيال ميديا الله لا صغر. هذا هو الفنان المرح شخصيه محترمه مبروكه وين ما يصير. انا ما بيرتاح قلبي اللي ما شلك جوله معاي في غابات افريقيا. شوف انت تم الافتتاح من قبل سعادة علي بن ونيس الكعبي شاعر وشخص مميز في كل أموره محبوب لدى كل اللوادر شخصية محبوبة والناس كلها تحبه يعشقون عشق شوف هالعاب كلهم يعشقونه. ايه هو عجيدهم عجيد بني تعب ما شاء الله عليه بن ونيس. هذا بن ونيس كل ما حد قالكم رجال طيب وفنان وخير. نعم موجود ايه فما يبغى الحديد عارف لا يعرف كلكم تعرفون الناس الطيبه والناس الهواي والناس اللي لهم بصمه مثل هالشخصيه الفنانه. هلا يا فديت شلك يا فديت وجهك يا جميل يا فنان.
التعب دورون السبب ما شاء الله عليهم. ما اقول عنهم شيء ما شاء الله عليهم. بني تعب بني تعب بني تعب الله اكبر. الرزبة وديولة كلها لهم دورون السبب. يا مرحبا هلاية تسكن يا مرحبا عشق ملايين يا مرحبا عرس 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 ما شاء الله تبارك الرحمن إلها فرحت إن شاء الله ما توجه. يا مرحبا هلاية تسكن يا مرحبا عشق ملايين يا مرحبا هلاية تسكن يا عرس عرس أمة لا إله إلا الله. شو سر حب هالعالم كلها؟ والله محبة الناس طالب عمرك ما تجرب ما يتعادل ما تجرب. هذا الحين تفتح مصنع هذا من حب وحاجة طالب هذا شوق المصنع موجود. نعم لكن سبحان الله يعني هذا يوم يوم عرس شو ما يستوي هذا اللي من ودته محبته بحاجة طالب محمد. أحب وين تبغى نسير؟ وين تبغى نسير؟ محمد تبى ترمينا اللي داخل يلا قبل ما نبي واحد يلا غايته. هذا طالت عماركم الشورو هذا المدخل هذه الدنيا كلها العالم جاي يشوف هذا مدخل الشورو مالهم مكاتب على اليمين وعلى اليسار منتجاتهم طالت عماركم. الحين بنخبركم هاي مجموعة بيبان لا بواحد ولا باثنين نحن اللي شفناهن في الموقع نوع واحد لون واحد كان بيج توقع. شو اللي أنا أشوفه حاليا مجموعة بيبان من ألوان ومن أشكال ومن أنواع وشيء عليه خوار وشيء عليه نقش وشيء ما تلحني هاللي أنا أشوفه ما بشيء طبيعي. تفضل هاي ابو محمد اللي شفته داخل الموقع طول العمر ترى بيه حق عمله هو مختار اللون هذا والتصميم هذا. نعم وهني في تشكيله واسعه من الموديلات ومن الالوان وتصاميم مختلفه ونقدر نصمم غير الابواب هذه التصميم اللي يبغاه باي شكل باي طريقه. يعني هذا الحين باب حق مدخل فله كبيره هذه حق المدى هي ابواب الدم الميوزي كلها داخليه. آه. عندك ابواب اليوميوزي اللي برا هناك خارجيه. هل انا بعد جتني عده اسئله هل بيبان مضمونات عن الشمس؟ هذه داخلية الأبواب الثانية اليو بي في سي مضمونة على الشمس لمدة 25 سنة. شو افتح باب من هاي خلنا نروي الجماعة وهذا الفريم اللي حضرنا تصنيعه الفريمات الفريم الداخلي والخارجي الفريم الداخلي والخارجي وهذا اللي يركب على الباب. عندك المقاسات مختلفة ممكن تغطي لين 50-60 ما عندك مشكلة إذا كان لي الطوفة عريضة عريضة. نعم. نقدر نسوي لك سنشن ونركب عليه. محمد هالبيبان بعد زجاجة هذا الداخلي عليهم زجاجة هو ما هي نفس الشيء دبليو بي سي حتى ما مستخدمين ولا خشب فيه هاي مادة بعد من صناعتنا من البورد اللي شفته هي هي مقطعين الأشكال تصنع حق مداخل المجالس الداخلية بالنسبة للطعام. والله يا جماعة الخير شيء. خشبية. الخشب البلاستيك. خشب بلاستيك. أبو محمد القفول حينه هل أنتوا تحصرون العميل بنوع معين من القبضات؟ ولا؟ عند الخيار الكامل. إحنا عندنا مختارين. النوعيات معينة عليها ضمان 5 سنوات من الوكيل اللي ماخذين عنده. نعم. وعند هذا العميل الخيار هذا المفتوح والمتاح اللي يختار اي قفل بالسوق موجود. أه. يا جماعه يعني انت ما تعذرون عليه تاخذ القفل هذا هات اي قفل تبى اسباني تبى ايطالي هات ولا اركب لك اياه بنقسم قيمه القفل ونعطيك قفل اللي تركبه. شوف انت
اسمعوا يا جماعة الخير، خلاصة الكلام، منتج وطني بديل للي يستكثرون ويستغلون الأخشاب اللي هي تسوي الرمة تخترب بعد فترة، يعني وايد عيوب الأخشاب، يعني أي كان كانت الحماية اللي فيه وأيا كانت طريقته لازم تستوي له عيوب، من بيبان خزائن، بيبان العزمة كالسامعين، حمامات، كل هذه تطلع لها عيوب مع الزمن، لكن النوع هذا مضمون 25 سنة لا يلين ولا يستلين، حالة حال الحديد، النكش اللي أنت تباها بكواليتي أقوى وأخير عن الأخشاب بجميع أنواعها وجميع مصادرها أيا كانت، شيء جميل راقي عن الرطوبة وعن الانتفاخات، ما يعني أنا ما هو خفيف وزن وفنان وشكل شيك، يعني ما في الحاضر مدح. ها اللي هي بديل الخشب قالت أعماركم، هذا البورد اللي تشوفونه محطوط في الحوض مال السمك هذا، ها هذا حين أكثر من شهرين، شهرين ونص ساير والياي ارفع فوق. بعدين محمد على الرطوبة على الرمة، اي لا لا يعول لا من رمة ولا من رطوبة ولا مسيات، ها هذا ها هذا لوح عادي، وهذا ها طرف باب، ها دوكب شوف انت. الله العظيم سبحانك يا رب لكل الزمن. على فكرة الترددات اللي تشوفونها الداخلية هذا كاتم للصوت، الباب ابدا لو حد يبغى بغيم السنة في دقيقة لي خاري ما بيسمعه. الحين ابو محمد باركيت تسوون الحين؟ لا بس الخطة موجودة، موجود الخطة موجود. يعني والخشاب الحين هذا اللي بديل الخشب هل انتم تستعملون حاليا في البيبان ولا في الخزائن في كل شيء، هذا ضمان 25 سنة وصيانة فري. شوف انت هذا يستغل على فكرة في البيبان، الرفوف، المطابخ، الطبيلات، اي شيء تحس ان الخشب له عنصر فيه فعال، هذا بامكانه يدخل مكان الخشب، بل ويتفوق على الخشب من حيث انه لا تيه الرمة، لا ييه التنفخات، لا يخترب، لا يتأكسد، ولا يستوي في ادنى الدود. مكان جميل وفنان، أي إنسان عنده فكرة بوليدة الساعة أو اليوم يبغي يسوي شيء أو عنده فكرة يبغي ينجزها أي عند الجماعة. حرام يدك تقول معاريس عرس عرس، ها خير يا ابو محمد يا خالد الخالد لعبت فينا الله يرضى عليك، كل صبت نصبها نجربها اختربت نقعد في الطوبة يحترقت، ان الله يسامح الزمان، لكن اليوم لا، اليوم يبغاها هلها، يبينها العرج، يبغاها العرج اليوم، لنا لين هني حلا عليك وعلى محلة زايد، يا رب يحل سنينك يا ابو محمد. الحبتور بلس مستحيل اخط في الشارع الرئيسي داخل دبي وما ادخل الحبتور بلس، لابد ولا عذرنا، مستحيل مستحيل ولا في الخيال. يا سلام يا سلام، حرام ما سموا حبتور بلس إلا هو حبتور بلس. والله العظيم يا ابو ما تقول انت في الامارات، تقول انت ابويا في شيء من هالبلدان اللي من غير دنيا، كل هالوادم سهر وموسيقى وأناس وفرفشة والناس حية، ها ما حد راقد، لا تقول النباتر بيصبحون عليهم دوام، ها كلها بوي الأبراج، ها كلها فل والناس كلها واعية، ما حد راقد، الناس كلها واعية، ساير وياي وماكلات وشاربات ومنحات الموت مات. زف هاي I saw you last year. Yes, we did. In El Habtour. In El Pasail. Yes. It was a good day. Yes. And nice to meet you. Nice to meet you and nice to see you again. Thank you very much. Good luck. Who is this guy? Borna. Borna. Nice to meet you. Man. Nice to meet you. Where do you come from? I come from Los Angeles. MashaAllah. I am from Abu Dhabi.
يونايتد عرب الإمارات أبو دبي محمد بلايد سيتي. Nice. Very nice. Nice to meet you. Good to see you again. Thank you. I hope to see you again hello soon. To Mr. Muhammad. Hello, I will definitely. Thank you.